السلام عليكم. و 13 عام اخويا تبليت، تبدلات حياتي من النور للظلام اخويا، فهمتي؟ مشاو بزاف ديال الحوايج الزوينين. احسن حاجه اخويا تبعد من هادشي وتبقى هربان. كتب لي اخويا بعدات مني بزاف ديال صحابي وعائلتي، سدات في وجهي بزاف ديال البيبان، فهمتي؟ شي بلان راه فرق شي، راه شي حاجه اللي مقدسه، واش فهم شي بلان ولا جيم بعد الله والوالدين. شي حاجه اللي اكثر من الحب، ماشي زعما غير الحب، شي اللي كتواسيني في اصعب اوقات حياتي. فرق شي بليشي انا بطال قصه وترين الباريه البريلات، خلي صحيحتك ديما مزيانه. الناس اللي سمعتو دابا كل واحد فيهم وبليتو. صراحة بلي كلمة فاش كنسمعها كيمشي بالنا مع السم والدخان وكاع داكشي الآخر اللي كنعرفو كاملين. بلي كلمة كتعني الإدمان، والإدمان ما كيكونش غير على السم ولا الدخان. كيف سمعتو كاين اللي بليتو سبور وكينصحك باش تبلع بها، كاين اللي بليتو فرقتو وهمو كامل هو يوصل شحال كيبغى، كاين اللي بليتو السم ولا الدخان ولا بجوج ونادم وما كينصح حتى شي واحد بها. كنظن فهمشي بلي كل واحد فينا عنده بلي، ولكن كل واحد فينا مخبي بليتو ورا مرادف آخر ديال هاد الكلمة. كل واحد واشنو كيسمى، ولكن أنا جيت اليوم باش نسمى بلي وباش نقول لكم البلي ديالي. بلي ديالي هي موسيقى، كنعتبرها بلي. بلي